السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتلاحظوا على القناة ديالنا، ولا دائما كنجولوا في الغابة وكنحاولوا نطرقوا بزاف ديال النباتات والأشجار الغابوية. هذه نبتة الخروع، اللي كيعرف الخروع، هذه هي نبتة الخروع أثناء فصل الخريف، اللي من بعد التلقيح ديالها في فصل الربيع والنضج رائحة زكية في نبتة الخرواح. هذه سنبلات نبتة الخرواح. هذه الزريعة ديال حيدوا الزريعة. هذه الزريعة ديال نبتة الخرواح. هذو أشجار ديال الخرواح، رائحة زكية عند نبتة الخرواح، رائحة متميزة. بالنسبة للرائحة ديال نبتة الخرواح كتكون رائحة متميزة عن باقي الأشجار، رائحة تختلف قليلا عن رائحة شجرة البطم، تختلف قليلا عن رائحة شجرة البطم. كذلك في الأوراق تشابه شجرة البطم، اللي هي شجرة تختلف في الحجم. شجرة البطم كتكون دائما شجرة كبيرة وكتكبر بزاف، على خلاف نبتة الخرواح أو شجرة الخرواح. يمكن أن نقول لها شجرة الخروع، لأنما هي شجرة وليس نبتة موسمية أو كذا، لأنما هي شجرة تكون مثل الأشجار، تكبر وتدوم لسنوات، ليس لسنين على حد علمنا، ولكن لسنوات، لأن نبتة الخروع أو شجرة الخروع لا تدوم كثيرا. هذا ما نعرف لحد علمنا، هي لا تدوم كثيرا، بل تبقى لسنين ثم تنض من الجذور كذلك مثل ما ترون، لكن هي لا تدوم لسنين مثل كثير من الأشجار التي تدوم لسنوات عديدة، مثل البطم الذي يدوم إلى مئات السنين. هذه نظرة لها فوائد كثيرة، مثلها زيت الخروع الذي معروف يستخرج من هذه الحبوب، وزيت الخروع الذي له منافع كثيرة جدا، خصوصا في المواد التجميلية والعطرية، لأنما نبتة الخروع بها رائحة زكية وزكية جدا، رائحة بالنسبة للرائحة ديال نبتة الخروع. كان معنا هذا الفيديو إن شاء الله من الغابة باش نوضح لكم، أو لا نبدأ عن نبتة الخرواع مباشرة من الطبيعة أو مباشرة من الغابة كما ترون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.